بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 58 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل فضيلة الشيخ يسأل عن معنى عبارة يقول: ما صحتها؟ هذه العبارة: أرحام تدفع وأرض تبلع، ما رأي الشرع في نظركم في هذه العبارة وإلى من تنسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه العبارة من حيث لا بأس بها، هي يعني حكاية للواقع. أما إذا كان قصد القائل أنه ليس هناك بعث ولا نشور، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا هناك، فهذا كفر بالله عز وجل. المتي يقول: شيخ، إذا حج هل يقصر الصلاة وهل له جمع؟ المتي إذا حج فيأخذ حكم الحجاج. نعم، يأخذ حكم الحجاج، يقصر معهم ويجمع معهم إذا جمعوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج ومعه أهل مكة وغيرهم، وكان يقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم وجمع في عرفة وفي مزدلفة، ولم يرد أنه قال لأهل مكة أتموا لأنفسكم، إنما قال هذا عام الفتح يوم أن كان في مكة. نعم. يقول الشيخ: بعض الناس يقدم الطعام قبل إقامة الصلاة ويبدأ بالأكل والشرب حتى تفوتها الركعة الأولى، ويقول: لا صلاة بحضرة طعام. الذي يتعمد هذا ويرتب تقديم الأكل وقت إقامة الصلاة هذا آثم ولا يجوز له ذلك. لكن لو صادف بعض الأحيان هو لم يتعمد هذا الشيء، أنه جاء الطعام أو حضر الطعام مصادفة بدون قصد أو ترتيب، فالسنة أن يقدم الطعام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل عبد الله ألف ألف يقول: رجعت من السفر إلى بلدي فقصرت الصلاة جهلا مني، ماذا يلزمني؟ يلزمك إعادة الصلاة التي صليتها في بلدك وقصرتها. يقول: توفي والدي رحمه الله في إحدى السنوات الماضية وكانت موافقة لليلة القدر، ليلة 27. هل موت الإنسان في مثل هذه الأيام الليالي والأيام الفاضلة لها مزية؟ يرجى ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، هل يصلى العيد بنية الجمعة ليسقط عنه الظهر والجمعة؟ يصلى العيد وتصلى الجمعة، لكن من حضر العيد من المأمومين لم يلزمه حضور الجمعة. وأما أنها تقام الجمعة يوم العيد فهذا لا بد منه، تقام الجمعة في وقتها بمن حضر من المأمومين. وأما أنه إذا صلى العيد فإنه يسقط عنه الجمعة والظهر فهذا لا أصل له، أو قول ضعيف، هذا قول ضعيف. الجمهور والجماهير على أنه إذا لم يصلي الجمعة مع المأمومين لأنه حضر العيد فإنه يصلي ظهرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ: هل يصح صوم من صام من صلاة الظهر مع أنه لم يأكل ولم يشرب؟ الذي ذكره العلماء أنه أن هذا في التطوع، صوم التطوع له أن ينويه من النهار فيما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وأما إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر فقالوا إنه لا ينوي في هذه الحالة. نعم. أخيرا يقول الشيخ السائل: بالنسبة إذا كان الجامع ممتلئ يوم الجمعة، هل تجوز الصلاة في الشارع متابعة للإمام في المسجد؟ نعم، إذا اتصلت الصفوف خارج المسجد فلا بأس بالصلاة، وتصح الصلاة في هذه الحالة لأجل الحاجة وازدحام المصلين. نعم.
أبو عبد الله من القصيم يقول: الشيخ ما هي أهم العلوم التي يبدأ بها طالب العلم؟ يبدأ أول شيء بالقرآن الكريم، يتعلم القرآن الكريم، وبعد ذلك يتعلم العقيدة، عقيدة التوحيد، ويعرف ما يصححها وما يضادها، ثم يتعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والفقه واللغة العربية والتفسير وغير ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من سائلة للبرنامج، تقول: توفي زوجي وترك 5 أولاد وثلاث ذكور وبنتان، أكبرهم 13 سنة وأصغرهم سنة، ووالدهم كان تقول فقير ولا يجد إيجار البيت، ويعطونني أهل الخير صدقات وزكوات، ويقولون هذه للأولاد لأنهم أيتام، كيف يكون الصرف عليهم؟ هل هو بالتساوي أو تحفظ لهم المبالغ لهم مستقبلا؟ كل ينفق عليه بقدر حاجته، كل ينفق عليه بقدر حاجته، يأكلون جميعا ويشترى لكل واحد منهم كسوته التي يحتاج إليها، النفقة بقدر الحاجة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أم سمير تسأل عن عمليات التجميل، ما حكمها إذا احتاجت إليها المرأة وما ضوابطها؟ إذا كان في الإنسان عيب في خلقته ويمكن علاجه فهذا لا بأس به، لأن هذا إزالة عيب وعلاج مطلوب. أما إذا كان الإنسان سليما وليس فيه ما يشينه فهذا ليس بحاجة إلى التجميل. سائل للبرنامج ميم يا فا يقول: بعد أن أتبول فأستنجي أعزكم الله وأخرج من الحمام يخرج مني نقط، فكيف أتعامل مع الوضوء تماما بعد أن أعرف بأنني قد تطهرت؟ إذا تطهرت وتيقنت أنه خرج منك شيء من البول أو الغائط فإنك تعيد تستنجي ثانية وتنقي المخرج ثم تتوضأ لأن وضوءك انتقم. أما إذا كان الواقع أنه شك أو وسواس فهذا لا تلتفت إليه. ألف ألف يقول: ما حكم بناء المسجد إذا كان في جهة القبلة مقابر، وما حكم الصلاة فيه؟ إذا كانت المقابر مفصولة عن المسجد بطريق أو بفضاء ليست متصلة بالمسجد فلا أثر لها، أما إذا كانت القبور أو القبر متصلة بالمسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأخبر أن هذا من فعل اليهود والنصارى، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما حكم نية صيام شهر رمضان شيخ من أول يوم فيه، كأن يقول الصائم نويت صيام شهر رمضان كامل، وهل تكفي النية لكل شهر رمضان؟ هناك نية عامة ونية خاصة. النية العامة أن ينوي المسلم أنه يصوم رمضان كاملا ينوي هذا، والنية الخاصة كل يوم ينوي قبل الفجر أنه يصوم هذا اليوم. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل يقول: لي أم وأب ولكن والدي مغترب عن المنزل، ومع الأسف فإن أمي لا تحافظ على حقوق زوجها في غيابه، فهي تذهب إلى بيوت الجيران وإلى أي بيت تشاء، وقد نصحتها بمراعاة حقوق زوجها عليها ولكنها خصمتني ولم ترضى عني، فبماذا توجهونها؟ مأجورين. إذا كان ذهابها إلى الجيران هذا لا حرج فيه، إلا إذا كان يترتب عليه شيء من المحاليل، أما مجرد أنها تذهب للجيران للأنس بهم أو لطلب حاجة أو غير ذلك من الأغراض المباحة فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر هذا على حق الزوج. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول: شيخ، هناك رجل متزوج بامرأتين وهو مائل إلى إحداهن، وقد هجر فراش المرأة الأولى لمدة سنوات عديدة، فعندما عاد إليها حلفت عليه إذا فعل ذلك حتى وإن حضر لامرأته الثانية أقل شيء ولم يحضر لها فإنها لن تسامحه، فعاد الرجل وهجر المرأة الأولى مرة أخرى،
والآن هو يطالب المسامحة ويريد العودة إليها وهي مترددة، هل تعود أم لا؟ لأنها حلفت، هل تسامحه؟ هذه قضية خاصة يصلحون فيما بينهم، وإذا كانت حلفت لا تصالحه إنها تكفر عن يمينها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام وتصالح زوجها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل علي يقول: شيخ، الإمام في الصلاة إذا غلط مثلا وقال الله أكبر بدل ما يقول سمع الله لمن حمده، أو بدل السلام عليكم سمع الله لمن حمده، ماذا يلزمه في هذه الحالة؟ يلزمه في هذه الحالة أن يسجد للسهو، لأن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجب من واجبات الصلاة، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بسجود السهو. وأما ترك السلام وإذا لم يأتي به، وإذا ترك السلام وأتى بلفظ غيره من باب السهو أو النسيان، فإنه يأتي بالسلام وليس عليه، يسجد للسهو عن اللفظ الذي أتى به، إذا يسجد للسهو، لكن لا بد أن يأتي بالسلام لأنه ركن. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل: وأما إذا طال الوقت ولم يأتي بالسلام فإنه يعيد الصلاة كاملة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في رسالته: ما الحكم عندما أدفع قيمة الأضحية بحيث ترسل إلى خارج المملكة لأناس فقراء في بعض الدول، مع العلم بأن منزلنا فيه عدد كبير من الأضاحي لإخوتي وأخواتي؟ يا أخي، السنة في الأضحية أن تذبح في البلد وفي بيت المضحي، وأن يأكل منها هو وأهله، وأن يهدوا لجيرانهم ويتصدقوا ويفرحوا في هذا اليوم، هذا هو السنة في الأضحية. إرسالها إلى الخارج تذهب هذه المعاني كلها. فالأضحية السنة أن تذبح في البلد وفي البيت وعند الأهل، وأما الفقراء في الخارج فبإمكانه أن يتصدق عليهم، يرسل لهم صدقة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أنوي السفر لمسافة 150 كيلو قبل دخول وقت العصر، فأجمع صلاة العصر مع الظهر في وقت صلاة الظهر، فهل هذا جائز؟ لا يشرع أو لا يجوز الجمع إلا إذا خرج من البلد قبل دخول الوقت الأولى. فإذا كان سيسافر وقت الظهر دخل عليه الظهر وهو ما بعد سافر في بيته أو في بلده، إنه يجب عليه صلاة الظهر تامة لأنها وجبت عليه وهو في الحضر. أما لو سافر قبل الظهر ولما خرج من البنيان وجبت الظهر عليه، أو مثلا المغرب عليه بعد خروجه، فإنه يجوز أن يصلي أن يجمع الصلاة الأخيرة مع الأولى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت سمية تقول: فضيلة الشيخ، ما هي الصورة الصحيحة في طاعة الزوج وفي ضوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما المرأة إذا صلت 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة؟ طاعة الزوج بأن تمكنه من حقوقه التي عليها، بأن تطيعه إذا أمرها في غير معصية، أن تبيت معه إذا طلبها للفراش فإنها تجيب إذا لم يكن هناك مانع، إلى غير ذلك. فهو أن تبذل له حقوقه التي تجب عليها. نعم. هذا السائل عبد الله من الطائف يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان منزلي يبعد عن الميقات بحوالي 40 كيلو، ثم نويت العمرة أو الحج واغتسلت في منزلي وتطهرت الصلاة، ثم صليت 2 سنة الوضوء ولبست الإحرام من البيت، وعند محاذاة الميقات دخلت في النسك بالنية والتلبية دون الوقوف في الميقات، فهل فعلي صحيح؟ نعم، لا بأس أن تتهيأ للإحرام في بيتك إذا كان قبل الميقات، أن تتهيأ للإحرام بملابس الإحرام والاغتسال والتقيب، فإذا وصلت إلى الميقات فإنك تنوي الإحرام وتلبي، ولو لم تقف ولو لم تدخل في المسجد الذي في الميقات، فيكفي أنك إذا حاذيت الميقات أو مررت به فإنك تنوي بقلبك الدخول في الإحرام وتلبي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند الوضوء هل يكفي غرفة واحدة باليد
عند إعادة المضمضة والاستنشاق ويكرر ذلك 3 مرات؟ يجوز أنه يتمضمض 3 غرفات ويستنشق 3 غرفات، هذا هو الأكمل والأكثر. ويجوز أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، يقسمها بين المضمضة والاستنشاق، فيتمضمض ويستنشق، يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات، يقسم كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في أخيرا الأخ عبد الله: إذا دخل المصلي المسجد وسلم على الحاضرين، ثم إذا انتهت الصلاة وقام من مصلاه وقال السلام عليكم، فهل هذا السلام الأخير جائز؟ نعم جائز. السلام يكون عند الوصول إلى المجلس وعند مغادرة المجلس، هذا السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل له مجموعة من الأسئلة، يقول: في بعض المساجد فضيلة الشيخ يكثر الأجانب الذين يحضرون ثم يتكلمون أثناء خطبة الجمعة، هل يحق للخطيب أن ينبههم وكيف؟ نعم، يجب على الخطيب أن ينبههم، لأن هذا منكر، يجب على الخطيب أن ينبههم أن هذا الكلام حرام وقت الخطبة. نعم. ما معنى يقول قول بعض الناس: نية المؤمن خير من عمله؟ المدار على النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعمل الذي بدون نية لا ينفع ولا يصح. نعم. تقول السائلة: يا شيخ، المرأة التي جاءتها العادة الشهرية في أيام عاشوراء ولم تصم، هل تقضيها فيما بعد؟ لا يقضى يوم عاشوراء، لا يقضى القضاء، إنما هو للصوم الواجب، أما الصوم المستحب فلا يقضى. نعم. بعض الناس يقول: شيخ، يقول لآخر: فلان لو أراد لم من ذنوبي ما عطيته، هل هذه العبارة شرعية؟ هذه مبالغة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا أراد الإنسان مثلا يقول النوم للظهر، هل يقرأ الأذكار؟ وهل تكون النية عند الصلاة فقط أو عند الوضوء والصلاة؟ الأذكار التي عند النوم المراد بها عند نوم الليل، عند نوم الليل هذا الذي ورد أنه تقال عنده الأذكار. وبقيت السؤال: النية عند الصلاة. النية للصلاة نية وللوضوء نية، كل واحد له نية مستقلة، لأن الوضوء عمل والصلاة عمل آخر. نعم. أخيرا يقول الشيخ: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم؟ إذا كان فقيرا فإنه يعطى من الزكاة ما يمكنه من طلب العلم، وفي هذا فضل عظيم لأنه إعانة على الخير. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أم خالد تقول: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز أن نضع مسجل في البيت الجديد تقرأ فيه سورة البقرة لمدة أسبوع أو أسبوعين قبل أن نسكن فيه، ويكون يشتغل ليل ونهار، هل هذا جائز؟ هذا لا أصل له، القراءة من المسجل لا تعتبر قراءة، بالمعنى أنها تطرد الشيطان من البيت، إنما ورد أن البيت يفر من أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، المراد بها التلاوة من اللسان أن يتلو، لأن القراءة عمل، القراءة عمل، والعمل لا بد أن يكون بنية ولا بد أن يكون من مسلم، لا يكون من الآلة أو من الحديد. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول: أرجو عرض رسالتي على الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. أنا سفري دائما فضيلة الشيخ إلى جدة، فإذا سافرت بالطائرة ودخل وقت العصر وأنا في الطائرة، والغالب على الظن بأننا لن نصل إلى جدة إلا قبل أذان المغرب بأقل من ساعة، ماذا أعمل؟ هل أؤخر الصلاة إلى حين وصولي أم أصلي في الطائرة؟ لا يزال وقت العصر باقيا، ما دام تصل إلى جدة قبل غروب الشمس بساعة فهذا وقت العصر باقٍ، إذا وصلت تصلي العصر. جزاكم الله خيرا. من أسئلة يقول: بالنسبة للصدقات والزكوات، هل هي مخصصة في رمضان؟ ولماذا يكثر الناس في تخصيص رمضان؟ الزكاة تخرج عند تمام الحول في رمضان أو في غيره، وكذلك الصدقات ليس لها وقت محدد، حسب الحاجة، وجود المحتاجين في كل وقت، ولكن بعض الناس يحرص على إخراج الزكاة في رمضان أو الصدقة في رمضان لشرف الزمان وشرف الوقت
وهذا إذا وافق رمضان أمر طيب، لكن إنه يحبس الصدقة أو يحبس الزكاة إلى أن يأتي رمضان والمحتاجون موجودون فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم محمد تقول: لقد حجيت العام الماضي يا شيخ، ولكن في أثناء الحج لم أطف طواف الوداع بسبب مرض فاجأني، ولكن ذبحت شاة، فهل هذا صحيح؟ هذا هو الواجب عليك، إذا تركت طواف الوداع وذبحت شاة في مكة ووزعتها على فقراء الحرم فهذا هو الواجب والمبرئ للذمة إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا لم يكن لها مال؟ إذا كان يأذن بذلك فلا بأس بذلك، أما إذا كان يمنع من هذا فلا تتصدق منه إلا بإذنه، لكن الشيء اليسير مثل إعطاء السائل وما جرت به العادة لا بأس به. الأخت السائلة التي استعرضنا بعضا من أسئلتها في الحلقة الماضية تقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة من الأخوات، فهل يجوز لنا أن نذهب من جدة إلى مكة لأداء الصلاة أو العمرة مع هذا الرجل الثقة والمتدين ونحن حوالي 5 نساء، هل يحل لنا ذلك؟ الأفضل أن يكون معكم محرم في هذه الحالة، لأنه قد يعرض لكم في الطريق ما يعرض تحتاجون إلى المحرم، ولكن هذا يرجع إلى المسافة بين مكة وجدة، هل هي مسافة سفر؟ فإن كانت مسافة سفر فلا يجوز، يحرم السفر بدون محرم، أما إذا كانت دون مسافة القصر فهذا الأولى أن يكون معكم محرم أيضا، ولكن لا يحرم هذا الشيء ما دامت المسافة قريبة لا يحرم، لكن الأولى والأحوط لكم أن يكون معكم محرم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد العزيز يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة للذي تاب إلى الله توبة نصوحا من عمل الربا، كيف يتخلص من الأموال التي دخلت عليه واختلطت بماله النقي؟ إذا تاب الإنسان وعنده أموال من الربا فإنه يتخلص منها بأن يضعها في مشروع عام، في مشروع عام كدورات مياه وما أشبه ذلك مما يحتاجه الناس وينتفعون به، لأنه مال لا مالك له، مال ضائع، تاب منه وهو لا يحل له وليس له مالك فيضعه في مشاريع عامة تنفع الناس من باب التخلص منه لا من باب الصدقة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا وإذا كان الربا لا يعرف قدره، مختلط في ماله ولا يعرف قدره، فإنه يقدره، يجتهد في تقديره ويحتاط ويخرج ما يغلب على ظنه أنه من الربا. نعم. فضيلة الشيخ، العربون في البيع والشراء متى يرجع ومتى يؤخذ بالنسبة للذين يتعاملون في العقار؟ العربون لا يرجع، إذا باع سلعة على شخص وله الخيار وأخذ منه عربونا، أخذ منه عربونا إن عزم على السلعة دفع بقية الثمن، وإن لم يعزم فإنه يكون العربون لصاحب السلعة نظير حبسها هذه المدة. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، نختم به هذه الحلقة. عبد العزيز يقول: ما موقف العام يا شيخ من الخلافات الفقهية؟ يسأل أهل العلم، العام يسأل أهل من يثق بعلمه ودينه ويعمل بقوله، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أخيرا يقول: الكذب ملحن فضيلة الشيخ، ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟ المسلم لا يعود لسانه الكذب، يتجنب الكذب، لكن الذي لا يترتب عليه ضرار بأحد هذا أخف. شكر الله لكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ صالح على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج، في برنامج نور على الدرب. يتجدد اللقاء معكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة في كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.